مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سلام يا كويت عبر شاشة قناة الكويت الفضائية. تحت شعار إزالة المعوقات لخلق مجتمع شامل متاح للجميع، تحتفل الكويت هذا العام مجددا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2013 عبر أنشطة وفعاليات متعددة يحرص القائمين عليها على أن يتم من خلالها تحقيق أهداف هذا الاحتفال، ومنها ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم قضاياهم وإزالة المعوقات اللي تقف في طريق نجاحهم ونشر الوعي الخاص فيهم وبحقوقهم. معنا في هذه الليلة للاحتفال بهذا اليوم ومناقشة أهدافه الدكتور عايد الشمري رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة. مساك الله بالخير دكتور عايد. يا أهلا، مساك الله بالنور. وايضا معنا ايمان غازي الخالدي، مدربه معتمده من ذوي الاعاقه الحركيه. بس اشرف الخير ايمان، اهلا فيك، الله يعطيك العافيه. قبل لا نبدا يمكن حوارنا مع ضيوفنا، بس في شغله بدي انوه عليها. يعني يوم امس لاعب منتخبنا الوطني للمبارزه اللاعب ناصر الوليد في بطوله العالم اللي مقامه في المملكه المتحده في بريطانيا، هذا اللاعب بطل لاسيا وغرب اسيا و الخليج وعند الكثير من الميداليات. للأسف بعد التجهيز الكبير اللي قام فيه قبل بطولة العالم، لما راح البطولة أمس بالقرعة طاح في نفس المجموعة مع لاعب إسرائيلي في الدور الأول، يعني اضطر اللاعب ناصر الوليد أنه ينسحب، وأيضا الاتحاد الكويتي للمبارزة مشكورين، واللاعب يعني احنا ما نقول نواسيه، نقول بعد نهنيه ونشكره على هذا الانسحاب، لأنه فعلا ما يواجه ولا يلعب مع لاعب من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين الحبيبة. فالله يعطيهم العافية منتخبنا المبارزة، وخيرها بغيرها يا ناصر، وإن شاء الله نتمنى أنك تعوضها في البطولات القادمة. وهو ناصر على فكرة يعني كان فرض أنه يدش معنا مداخلة هاتفية، ولكن الساعة 9 بتوقيت الكويت وهو صعد طيارة من لندن راد الكويت. نرجع إلى موضوع حلقتنا الليلة وهو اليوم العالمي لذوي الإعاقة. بداية دكتور عايد، إذا نشوف الشعار السنة هذه، والشعار يقول إزالة المعوقات لخلق مجتمع شامل متاح للجميع، أول شيء إذا أسألك شو رأيك بهذا الشعار في 2013؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت بس تصحيح معلومة لغاية الآن حصلت على الدكتوراه، إن شاء الله الله يسمع منك نحصل عليها بإذن الله تحصلها أستاذ عايد. أما بالنسبة لشعارنا، دائما الشعارات رنانة وجميلة، لكن للأسف عندما نأتي على أرض الواقع لا نجد شيء ملموس يطبق أو نلامس فيه هذه الشعارات. فنتمنى فعلا أنهم يكونون على قدر المسؤولية، وأنا أقصد المسؤولين، أنهم يطبقون مثل هذه الشعارات على أرض الواقع ونلمسها بيدينا. لكن للأسف إحنا الآن ب 2013 بنهايتها، لغاية الآن ما وصلنا للحقوق المكتسبة لنا كمواطنين كويتيين على أرض الكويت، ونفقد كثير من الحقوق للأسف، بل بالعكس بعضها أهم الحقوق نفقدها أمانة لله. يعني تحس أن الشعار هذا ما راح يغير شيء او ما راح يحرك شيء؟ لا، بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه نهائيا هي مجرد شعارات وكلمات نكتبها، لكن عندما ناتي على ارض الواقع نريد التطبيق لا نجد تطبيق للاسف، بل نجد بالمقابل صرخات من ذوي الاعاقه والام من ذويهم بسبب بعض التصرفات اللامسؤوله من بعض المسؤولين. هنا اريد ان انوه الى نقطه جدا مهمه، احنا عندما نتحدث بهذا الاسلوب وإن شدت بعض العبارات أو قست، إنما نشير إلى الإصلاح وإلى الخلل، نريد أن نضع الإصلاح مكان الخلل وأن نصلح هذا الخلل. كذلك نتحدث معهم بصفاتهم وليس بشخصهم الكريمة، حتى وإن قست بعض العبارات واشتدت. فلذلك هذا واجبنا إحنا ودورنا أن ننبههم وننورهم إلى وين مكمن الخلل ليسعوا إلى إصلاح. أنا يمكن موضوع بعد لما قلت لك دكتور وقلت لي انا ماني دكتور، يمكن الناس ما تقاس بالمسميات ولكن تقاس بالعقول استاذ عايد، وانت ان شاء الله فيك الخير والبركه. لكن ايمان الخالدي، كثير من الناس يمكن اللي انعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالصحه يمكن يطالعون
بنظرة شوي عطف وحنان على مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن في بعض الآخر ينظر بإعجاب وانبهار لإنجازات قام فيها أحد الأخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومثل ما أنت اليوم موجودة معانا ما شاء الله تبارك الرحمن عندك سي في كبير يبين القوة والعزيمة اللي لله الحمد تملكينها وقدرتي تنجزين كل هالإنجازات بهذه القوة وهذه العزيمة. إذا نعرف المشاهد بداية عن إيمان الخالدي، وشنو قدمت إيمان الخالدي من عزيمة وإصرار لهذه الإنجازات اللي تسجلت لها اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. طبعاً إحنا ما نقول يعني إن لا ينظرون لنا يعني أو إن لا يحمدون رب العالمين، لأن سبحان الله يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا شفت أحد مبتلى فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفطرنا على كثير من خلقه تفضيلا. فهذا حديث نبوي وإحنا ما نقدر يعني إن إحنا ما ناخذ فيه، وإحنا الحمد لله إحنا يعني مو مرضى، بالعكس إحنا في كامل صحتنا وقوانا وعندنا يعني فكر وعقل، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا حصلت على بكالوريوس رياض أطفال وماستر في أصول التربية، مدرب معتمد في التنمية البشرية إن شاء الله، وممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية إن شاء الله، وعضوة في بوابة التدريب العالمية للأفراد من ذوي الإعاقة، والحمد لله رب العالمين. هم من أنا خريجة الدفعة الخامسة من أكاديمية إعداد القادة. نعم طبعاً كل هالشيء يحتاج إلى مثل ما تفضلت عزيمة وإصرار. إذا هذا العزيمة والإصرار موجودين عند إيمان، شو تقولين حق كثيرين يمكن من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما فكر قاعد مكانه، ما فكر إنه في من داخله طاقة ممكن إنه ينجز من خلالها، ممكن إنه يسوي اللي الشخص الصحيح ما يقدر يسويه؟ أنا أقول لهم كلهم يعني أنظر لهم بصراحة إنه يعني هم أنظر لهم نظرة فخر واعتزاز، هم أبطال وهم عظماء، لكن إن لابد من أعمال الفكر، لأن الفكر هو اللي يحرك الإنسان. لا تقيدون فكركم ونظروا لبعيد. وأنا أقول لهم إن يعني أبارك إلى أبارك من الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. الإنسان اللي عنده طموح لازم يغامر ويجتهد لين يوصل له. ما في شيء يتحقق بالأماني، الأماني تحتاج إلى عمل. نعم. إلى حماس وعزيمة وإصرار، هذا أهم شيء. فعلاً يا ريت هالكلمات توصل لكل شخص، مو بس حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى الناس الأصحاء، كل إنسان اللي ما فكر إنه يدرس، ما فكر إنه ينجز، ما فكر إنه يكون له مكان في هالمجتمع. مو شرط الإنسان يكون مشهور واسمه عالي، لكن على الأقل يرضي طموحه هو كشخص وكإنسان. فعلاً صحيح. شو تبي تقولين؟ سلامتك، الله يعطيك العافيه. سلمك عافيه. احنا استاذ عايد دكتور ماشي معي. الله يسلمك استاذ عايد، ان شاء الله انك تاخذها عاد. ان شاء الله. شنو ابرز الاهداف اللي دايم تنحط كل ما يينا يوم عالمي لذوي الاعاقه، مع اني ما احب هالكلمه ذوي الاحتياجات الخاصه، وتكون ابرز الاهداف موجوده ان احنا راح نحقق هذا وراح نوصل الى هذا، وما تحققت على أرض الواقع إلى اليوم، واللي أنت تطمح له بعد أن يتحقق؟ والله للأسف أن دائما في كل فعالية وكل يوم عالمي قبل شوي قلت كلهم شعارات، بس أي شعارات يعني لما نصل إلى هذه الشعارات نسمع أن راح يطوعون المجتمع لخدمة هذه الفئة، أن يكون المواطن الإنسان العادي إنه راح يعرف إن هذا الشخص ما هي حقوقه وواجباته. نعم. الأسرة كيف تتعامل مع الطفل إذا جاءها طفل من ذوي الإعاقة، المدرسة راح تكون مهيئة له، المستشفى، الطبيب، إلخ إلخ إلخ. لكن هذه بس مش باليوم العالمي هذا، هي بالساعة اللي حاضرة أمام الكاميرات. يمكن أنا ما أخذ الجانب السوداوي شوي، والأخت فاطمة ما أخذ الجانب ما شاء الله التفاؤل إنزين. بالمرة بس التفاؤل هني أنت شوي متشائم. هو أمان الله ليس تشاؤم، بل هو الواقع. زين. لابد أن نكشف الواقع، نكشف القناع اللي يخبي المأساة والألم، عشان نقدر نوصل إلى فعلا أن نطبق هذه الكلمات على أرض الواقع. القانون اللي تم إقراره مجلس 2009 ما حرك شيء، يعني كان فيه الكثير
من النواقص اللي كان يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل. وهذا القانون سد تقريبا ما نقول كل ولكن 90% من هذه النواقص. ما تطبق هذا كله بعد؟ ذكرني في كلمة قلتها قبل تطبيق القانون بأيام، قلت والله لو صغنا قانون هذا كلمات هذا القانون بخيوط من ذهب، إن لم نجد جهة تلتزم بما ورد فيه لن نستفيد شيء، زين، بل سيكون وبالا على ذوي الإعاقة. هذه الكلمة أنا قلتها قبل إقرار القانون، وفعلا هذا ما يحدث حاليا. شو اللي حصل بعدها؟ يعني الغريب العجيب عندما يأتي شخص بمستوى مدير عام الهيئة وحسب ما نص القانون بمنصب وكيل وزارة، وأن يصرح أنه تم تطبيق 90% من القانون، زين، هذا قبل سنة ونص تقريبا. بعدها 6 شهور قبل سنة يصرح أنه تم تطبيق 75% من القانون. احنا في تراجع صعدنا فرجعنا ثاني مرة. وأنا عرفت أن اليوم من خلال أحد الأخوة أن هناك شيء سيعرض من هذا القبيل لتبيان الحقيقة في جلسة غد. طبعا احنا هنا مقاطعينها. زين. القانون أمانة لله. مقاطعة شنو بالضبط؟ حتى الاحتفال باليوم العالمي مقاطعة؟ هو الفعاليات اللي قائمة. جميع الفعاليات. جميع الفعاليات بسبب ما يحدث لذوي الإعاقة داخل الكويت للأسف. نعم. من بعض المسؤولين ومن بعض الوزارات اللي أخلت وتبرأت عن واجباتها. نعم. بل ما قامت بأبسط الحقوق لهذه الفئة من مستوى رئيس مجلس الوزراء إلى أصغر موظف في الدولة. هؤلاء هم حسب مناصبهم هم مجرد موظفين لدى المواطن بشكل عام ولدى المواطن من ذوي الإعاقة بشكل خاص، كون هناك قانون ملزم توجد فيه حتى عقوبات لمن يخل بواجباته تجاه رعاية هؤلاء الأشخاص. نعم. لكن للأسف الكل أخل بهذه الواجبات، لا نقول الكل بل البعض الكثير، لا نريد أن نعمم الصورة عشان ما نقول إذا قلنا الكل يمكن نظلم بعض الناس. لا، نقول البعض أكيد الكثير. في خلل وفي تقصير من مجموعة من الناس، ولكن أكيد في ناس يعني قاعد يتعبون في هالمجال يحاولون يمكن يخففون آلام إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بس عشان ما نظلمهم. لذلك أنا قلت البعض الكثير. إيه نعم. إيه نعم. الله خير. إنزين. نروح معك بعد إيمان إذا نتكلم. السؤال التقليدي اللي يمكن يتبادر للذهن دائم، شلون تمكنتي من تحقيق كل هذه الإنجازات؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن إحنا نبي نسألك إذا كان باعتقادك إنك كنتي تقدرين إنك تنجحين إنك تنجزين، كنتي حاطة ببالك هالشيء هذا من داخل، ولا كنتي شاكة إن ممكن أقدر وممكن ما أقدر؟ توفقتي فيها؟ طبعا الحمد لله رب العالمين. الانسان لابد ان يكون عنده ثقه تامه باراده الله عز وجل. نعم. اذا اراد الله شيئا قال له كن فيكون، لا اعتراض. الحمد لله رب العالمين. انا يعني اسرتي وايد متفهمه، هم اللي ساعدوني يعني العلم ان انا بعد عندي اخوان 2 من ذوي الاعاقه الحركيه. نعم. فيعني امي وابوي واهلي عمامي يدي الله يرحمها الكل احتوانا، ما حسينا ان احنا ابدا نفرق عن اي انسان ثاني. احتوونا شجعونا، كانوا هم لنا الدافع للنجاح. الانسان اللي بينجح اذا توكل على الله، توكل على الله فهو حسبه. دام ان انت عندك ثقه برب العالمين فالله راح ييسر لك امورك. ثاني شيء لابد ان الانسان ينظر الى نفسه امكانياته. اوكي انت فقدت جزء، لكن انت ما فقدت اشياء وايد. كل انسان معرض، انت يعني لابد، ما في انسان كامل. لو ان احنا هني بالدنيا بنعيش بكمال لما تمنينا الجنه، ليش الله حط لنا الجنه؟ عشان احنا نسعى لها ونوصل لها. فانا نظرت يعني نظره ايجابيه، شنو عندي انا، شنو املك انا، فسعيت ان انا اطور ما املك بغض النظر عما املك. اوكي انا شنو ضعيفه في احسنه، لكن تركيزي اكبر يكون على امكانياتي. ثم يعني بديت يعني بمساعدة أمي وأبوي الحمد لله رب العالمين. كنت أتمنى أني أنا أكون يعني معلمة، كنت أتمنى أني أنا أكون يعني صاحبة عطاء دائم لا محدود له، والحمد لله وصلت عليها الشيء. دام أنك جبتي طاري أكون معلمة، أنت تخرجتي من جامعة الكويت عدل. بكالوريوس رياض أطفال.
بعد ما تخرجتي الصدمة ان انت ما يحق لك ان انت توظفين في رياضة اطفال، صح ولا لا؟ عدل. شلون يعني كانوا نايمين ادارة الجامعة وقتها ولا شنو كان موضوعهم؟ رغم ان في قانون اصلا يمنع ذوي الاعاقة الحركية، هو ما في قانون يمنع للاسف، او في قرار مثلا هم اللي يعني هم من وضعوا هذا القرار. زين، يعني هو يعني مو شيء صعب، واحنا اذا شفنا برا يعني ترى الاشياء وايد اسهل، وان شاء الله احنا يعني نطمح ان احنا نسوي هالتعديلات في ديرتنا ونطور منها، واحنا قادرين في تكاتف الابناء من ذوي الاعاقه. انا انت قبل شوي قلت ذوي الاحتياجات الخاصه، انا ما احب لفظ ذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا ما نتحرج ابدا من كوننا ذوي الاعاقه، بالعكس احنا نفتخر في هالشيء، وانا مصره على مسمى ذوي الاعاقه. انت عاد مصره، انا مصر على ذوي الاحتياجات الخاصه. ليش؟ لان لما افكر ان هذا الشخص معاق انا قاعد اشوفه قاعد ينجز اشياء الناس اصحاء مو قاعد يسوونها. عفوا، انت مو قاعد تقول انه هو عاق او انهم معاقين. لما تقول انه هو عاق او معاقين معناته انه هو كان العائق. نعم. لكن انه هو انت تقول الافراد ذوي الاعاقه، اولا انت حطيت فرد، فانت قلبت الجانب الانساني. مدرسه ما تنغلب الله يسلمك. فانت قلبت الجانب الانساني على هالشيء. نعم. زين، بعدين انت لما تقول ذوي الاحتياجات حتى انت محتاج، انت مو محتاج تاكل، مو محتاج تشرب، فهذا احتياجاتك. بعضهم يحتاج انه يلبس نظاره، بعضهم انه يحتاج مثلا جانب علمي، جانب معرفي. فكل الانسان ولا قطع الحديثك، ذوي الاحتياجات الخاصه تشمل ذوي الاعاقه والمسنين والايتام واصحاب الامراض المزمنه المستعصيه والنادره، كل هالمجموعه يعني، وايضا العاملين عنده اعاقه معينه يعني. وايضا العاملين مع هذه الفئات لابد ان نوفر احتياجاتهم عشان يؤدون دورهم ورسالتهم بشكل صحيح. هذه كلمه ذوي الاحتياج او ما تعني ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. فذوي الاعاقه هم فئه او مجموعه من هذه المجموعه الكبيره اللي هم يطلق عليهم ذوي الاحتياجات. انا انسحب خلاص. راضي باللي قاعد تقولونه. أبي موضوع الجامعة بعد التخرج. موضوع الجامعة هو مو بعد التخرج، هو صادفني في آخر كورس من كان عندي تربية عملية اللي هو الميداني. زين. فللأسف إني واجهت مشكلة إن هم يعني مو مهيئين ولا يعني يدرون إن الحين وين يودوني إن أنا أتدرب كمعلمة. فصار يعني إنه روحي مني روحي مني. آخر شيء إنه يعني رسينا ولله الحمد بعد مضي يعني أسبوعين. اللي طاف علي الاسبوعين التمهيدي، احنا اول اسبوعين من التربيه العمليه يكون عندنا اسبوع يعني تمهيدي، ان انت بس مشاهده تشوف المعلمات شنو يسوون وبعدين انت تطبق. فللاسف ان هالاسبوعين راحوا، وبعدين ودوني حق مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه. رحت للمدرسه اللي انا درست فيها، وللاسف ان هي ما احتضنتني ابدا ولا رحبت فيني مثل ما انا كنت اتوقع. يعني انا كنت اشوف هالحضن الدافئ وانا طالبه. نعم. للاسف شفتها عكس تماما وانا معلمه، وكاني اقول لها طلعي برا هذا مكاني. يعني هم يمكن هذه نظرتهم، ان احنا لما نوصل كنا احنا نقول لهم يلا مع السلامه. احنا ما نقول لكم مع السلامه، بالعكس احنا نحط ايدنا بايدكم عشان ننجح كلنا مع بعض. الانسان اذا نجح بروحه فهو غير ناجح. الانسان يبي لما ينجح يبي الناس حوالينا، تبي امك تبي اخوك تبي ديرتك تبي هل، لان انت تنجح مع الكل. وانا بالنسبه لي هذه قيمي، ان انا ما اقدر اكون ناجحه بروحي من غير يعني اهلي ولا مجتمعي ولا بلدي، لان انا بالنهايه يعني امثل الخالدي، امثل ذوي الاعاقه كلهم، امثل الكويت، وهي طبعا ديرتي وحبيبتي وامي. عقب يعني عقب ما رحت هناك نقلوني للاسف من ذوي الاعاقه الحركيه، نقلوني الى روضه العطاء، وهي كانت مختصة في الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية. طبعا أنا في الجامعة درست، أنا ما درست فئات خاصة، أنا درست الرياض كمنهج عادي. نعم. أوكي، كل طالبة يمكن تواجه الصعوبة في إنه يعني إنه تدرسين شيء ولما تجين أرض الواقع شيء ثاني، بس أنا كانت المشكلة عندي مشكلتين، بحيث إن أنا ما درست عن ذوي الإعاقة شيء. اوكي انا اعاقه، بس انا اعاقه حركيه اقدر اتعامل مع الاعاقه الحركيه. صح. ما اعرف للاسف لغه برايل، ما درستها، فشلون ابي اوصل المعلومه حق الطفل اللي عندي،
ولا تعلمت إن شلون أسوي وسيلة تخدمه هو كطفل. يعني يبي مادة محسوسة. صح. وأنا اللي كلها يعني أوكي نظرية حركية كل هذه المواد أخذتها، ولا حتى أعرف بالمقابل لغة إشارة. أنا يعني أتعامل مع الصم. المدرسة إيمان مدرستك اللي درستي فيها لما رحتي قلتي ما استقبلوني وما احتضنوني، زين؟ أنا أعتقد والله أنت تشرفين صراحة. ولهم الشرف يعني لهم وكل المدارس ان انت تكونين عندهم أمانة. لكن عندنا فاصل وراح نتواصل ان شاء الله معكم بالحوار، وراح اسالك عن انجازات وتقييمك لاداء المجلس الاعلى للمعاقين بعد الفاصل. استاذ عايد فاصل وراجعين. أستاذ عايد، كان سؤالك قبل الفاصل عن يعني تقييمك لأداء المجلس الأعلى للمعاقين في الكويت، شنو تقييمك لعملهم، شغلهم اللي قاعد يسوونه؟ هو الآن أصبحنا إحنا أمام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تحمل مجلسين، المجلس الأعلى والمجلس ومجلس الإدارة. نعم. حسب ما ورد في القانون. تقييمي لها أمانة الله، اليوم صدرناه في بياننا ووزعناه على وسائل الإعلام. اليوم؟ اليوم. طازج يعني هذا طازج. البيان طلبنا فيه طلبين، أو الطلب الثاني اللي هو إقالة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هذا يمكن أول مرة أقولها على وسيلة إعلام. بسبب فشله في إدارة هذا المرفق من تاريخ تعيينه إلى غاية اليوم. فلذلك هو في المادة 51 مدته 4 سنوات ويجدد له لمرة واحدة. فلذلك دعينا رئيس مجلس الوزراء اليوم بعدم التجديد له، كونه فشل في إدارة هذا المرفق. وهذا رأي يكفله الدستور لي والقانون أن أبدي رأيي في أدائه، مع احترامنا لشخصه ولكن احنا ننتقد أدائه الوظيفي. هذا بالنسبة للمجلس الأعلى. اليوم لما نقول مثلا أستاذ عايد وأنت رئيس جمعية مهتمة بشؤون ذوي الإعاقة، شنو اللي تشوفه أهم الأشياء اللي اليوم لازم الدولة توفرها لذوي الإعاقة لأنهم محتاجينها، أهم الأشياء اللي ناقصتهم اليوم؟ أهم شيء أمان الله هو عدم التعيين العشوائي اللي تم طوال الفترة الماضية بمناصب قيادية وفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. لا يعون، وأنا لا ما أقول الكل، نرجع ونقول البعض، مو كل مرة راح نشرح، فمن الآن اعتبروا كلامنا على البعض. تعيينات عشوائية بشكل عشوائي بالمناصب الإدارية والفنية، للأسف ما تفقه شيء في حياة ذوي الإعاقة. ما قامت بواجبها نحو التواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة، مثل قصة أختنا الخالدي قبل شوي، قضية تعيينها وقضية دراستها، وهذا اللي أنا تكلمت فيه. أن للأسف يفتقدون كثير من جوانب الحياة. فاليوم الهيئة بالنسبة لتقييمنا نراها أصبحت وبال على ذوي الإعاقة، كونها يعني أعطيك مثال بسيط عشان نوصل للفكرة للمشاهد بشكل دقيق. عندنا إعاقات، بعض الإعاقات منها الإعاقة البصرية ذو العين الواحدة. هذولا كانوا يحملون إعاقات، شهادات إعاقة متوسطة. أيام المجلس الأعلى السابق لشؤون ذوي الإعاقة، وبعد ما جت الهيئة أصدر لبعضهم شهادات أيضا إعاقة متوسطة، بعدها طلبوهم وألغوا شهادة الإعاقة بالكامل، قالوا أنتم مو معاقين. تجهوا هؤلاء الأشخاص إلى القضاء الكويتي النزيه، ولله الحمد والشكر في أولى درجات التقاضي أنصفهم القضاء وألزم الهيئة أن تصدر لهم شهادات إعاقة ومستحقاتهم بأثر رجعي من تاريخ 28/5/2010 اللي هو تاريخ تطبيق القانون 8 لسنة 2010. جميع الامتيازات الموجودة يجب أن تصرف بأثر رجعي. الآن إحنا موجودين بالاستئناف في زين. هذا القرار هل هو قرار طبي ولا قرار تعسفي؟ يعني كذي بس أنه والله هذا الشخص ما يشمل القانون وهو شخص معاق. هو حسب ادعاء مدير عام الهيئة يقول إحنا
حسب ما ذكر في جميع وسائل الإعلام طوال السنوات الماضية، إحنا نطبق المعايير الدولية. من هذا المنبر أتحدى الهيئة العامة بكامل طاقمها أن يقدموا للمعايير الدولية التي اعتمدت دولة الكويت أنها تنطبق عليها هذه المعايير. لا توجد لديها. ما في نشرة خاصة بهالمعايير؟ يوجد نشرة خاصة. زين. والمستندات عندهم ويعلمون ما ورد في هذه المستندات. كذلك المستندات هي موجودة لدينا. ولدينا ما يدين هناك العديد من المسؤولين بالهيئة لا ينطبق عليهم القانون 8 لسنة 2010. نعم. ولا يستحقون البقاء في مناصبهم ثانية واحدة بما سببوا لذوي الإعاقة من معاناة. لكن هناك من الشرفاء الذين يعملون في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حاولوا خدمة ذوي الإعاقة بشتى السبل، حاولوا أنهم يوقفون هذا السيل الجارف من التعيينات الخاطئة داخل الهيئة. الدكاترة، في الدكاترة وأنا أتحفظ على الأسماء حاليا لكن موجود ونشر بالصحافة، 9 أطباء تخيل قدموا استقالاتهم بسبب تدخل شخص إداري لا يفقه في الطب شيء، يقول اصرف لفلان شهادة إعاقة وأحرم من فلان من شهادة الإعاقة. بأي حق أن يقول شخص إداري على تم اتخاذ إجراء؟ للأسف تم طمطمة الموضوع مباشرة. أنا سكر هذا الملف بالكامل، لكن هي المستندات موجودة لتثبت الحادث اللي أنا قاعد أقولها الآن. يعني إذا الكلام هذا صح هذه مصيبة كبيرة صراحة، لكن لأن أنت قاعد تحرم ناس أصحاب حقوق وقاعد تعطي ممكن ناس ما لهم حق أنهم يكون عندهم هالميزات كذوي إعاقة وهم ناس أصحاء ما فيهم شيء. إيمان، اليوم أنت كواحدة من ذوي الإعاقة، شو تشوفين ينقصك اليوم؟ شنو تبين من الحكومة؟ شو اللي تبين من الدولة أنها توفر لك إياه، أنها تسهل لك الأمر الفلاني؟ أو بشكل عام يعني ذوي الإعاقة شو اللي ناقصهم اليوم؟ إحنا للأسف ينقصنا، يعني إحنا مو بحاجة مادة ولله الحمد، يعني كل إنسان يقدر يأخذ ثمرة تعبه بالعمل. احنا نحتاج انه يعني تدريب المسؤولين، اولا تدريبهم، يعني اعطائهم لابد انه يكون هناك جهه مختصه تجيب ناس مختصين. نعم. تدرب الكوادر بكيفيه التعامل مع الافراد ذوي الاعاقه، شنو احتياجاتهم. ما نبي يكون تخبط عشوائي مثل ما قال الاستاذ عايد، ان لا يكون عندنا تخبط عشوائي في توظيف من لا يستحق، طع الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم. احنا نحتاج دمجنا في المجتمع، احنا نحتاج كذوي الإعاقة نحتاج والله ان احنا عندنا طاقات، عندنا امكانيات، عندنا قدرات. انت لا تنظر لي كانسان من ذوي الإعاقة، انت شوف شنو انا املك، شنو انا اقدر اسوي، دربني. اوكي انا عندي قصور في جانب معين، دربني شلون انا استقل هالجانب، وبدل لا يكون عندي انجاز واحد يكون عندي انجازين، يكون عندي 3. هذا يقولك حسب السياسه الحكوميه الاخيره في السنوات الاخيره قاعد يتم دمج ذوي الاعاقه بالمجتمع سياسيا واجتماعيا. اي دمج منو صحيح الكلام؟ وين شفت يعني احنا اذا اقل حقوق التصريحات بنسمعها دائما، يعني هي مجرد تصريحات لكن هي لما الحين ما طبقت على ارض الواقع. ما يعني انت عمرك شفت يعني ما لمستوا هالشيء؟ مثلا احد دخل مجلس الامه، ولا يعني احد نزل مجلس البلدي، ولا احد مثلا صار وكيل وزاره، ولا طبعا لا، قاعد ياخذونهم وينزلونهم للاعمال الاداريه. زين انت تقريبا يعني عندك في كل بلد عندك من 10% الى 15% وقد يصل الى 16% من ذوي الاعاقه. زين. كلهم ان شاء الله انت بتاخذهم وتحكرهم كاداريين لهالدرجه انت عندك نقص في العمل الاداري؟ زي ما انت عندك مهندس، عندك معلم، عندك طبيب، عندك whatever، يعني وايد مهن عندنا، فانت ليش ما تستقلهم؟ انا ما اتكلم بس عن الاعاقه الحركيه، زي احنا عندنا اعاقه سمعيه، عندنا اعاقه بصريه، عندنا اعاقه ذهنيه، ترى كل انسان قادر انه يعطي، ما في انسان غير قادر على العطاء نهائيا. مجرد اذا كان هو اساسا من داخله بوده يعطي، وهم بعد اذا الظروف شوي ساعدته، يعني يمكن في انسان عنده طموح تتكيف. لكن الظروف تتكيف، الانسان قادر على التكييف. يعني الحين انا ما اقدر امشي، بس يعني في بديل، في ويلتشير انا اقدر اتحرك عليه اروح وين ما ابي. يعني نفس الشيء عندهم، يعني عندنا البرايل، عندنا السماعات، عندنا لقطة الاشاره، ما في شيء اسمه عائق.
الأعائق إحنا من نضعها. الإنسان هو من يضع الأعائق أمامه، لكن هو بالمقابل يقدر يتقلب. يعني أنا الحين أسأل أنت الحين شلون تقدر تمشي تتحرك، مثل ما أنت تقول أنا شلون أقدر أتحرك، فأنا أسأل سبحان الله شلون تقدر يمشي، شلون تتكيف؟ أنا بنفس الوضع أنا أقدر أحرك ويلشيري مثل ما أبي، أقدر أطلب المساعدة، هي ما فيها حرج. لما أنا أقول والله أستاذ عايد ما عليك أمر، أنا أحتاج لهالشيء، تبي توظفني وعندي قصور يا أخي حط لي مساعد. إحنا الأعداد الكويت يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الشعب واعي، وعندك شباب وايد، عندك هم. يعني إذا من جانب ثاني إذا أنت ما عندك أحد، عندك فئة البدون، فإحنا ليش ما نساعدهم ونساعد المعار؟ فأنت خدمت جانبين إنسانيين، خلي يا أخي مساعد يساعده، والله يعطيه الورقة، يجيب له الآلة اللي هو يحتاجها، فهذا أنت سديت، ما في خلل. هذا اللي إحنا نحتاجه من الحكومة، نحتاج إنها تكون على وعي، نحتاج إنها هي تسمع الشباب ذوي الإعاقة نفسهم، لا تسمع المسؤول. إحنا اكتفينا من المسؤولين. تسمع ذوي الإعاقة نفسهم. تسمع ذوي الإعاقة. ما تسمع. تعالوا سأله، اسأل الإعاقة الحركية. سأله لهم. إيه. لا تسأله. سأله هو. ولا هو. هو. إيه. راح يعطيك الجواب. سألني أنا شنو احتياجك؟ اسأل ذوي الإعاقة الحركية، البصرية، السمعية، الذهنية، كلهم عندهم احتياجات وكلنا نختلف. مثل ما الأصحاء اللي الإنسان اللي ما في إعاقة احتياجاتكم تفرق، احنا بعد احتياجاتنا تفرق، حتى ويلشير عن ويلشير احتياجه يفرق. احنا يمكن اسئلتنا كثيره، لكن بنهايه فقرتنا بودي استاذ عايد اذا كان في خاطرك كلمه تقولها، في شيء نقص معين بخاطرك ان النقص هذا يكتمل، اخطاء موجوده من بحق ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه بودك انها تتعدل. والله في فمي ماء لكن احتفظ بهذا الماء قليلا. دعني يعني اذهب الى نقطه جدا مهمه. رساله اوجهها الى كل مسؤول. نعم. اتقوا الله في هذا البلد، في ابنائه. والله عندنا من ذوي الاعاقه من اخواننا واخواتنا وعيالنا ما يستطيعون، من يستطيعون منهم الوصول حتى إلى منصب وزير في الدولة. نعم. عندهم من الإبداع ما لا يملكه طاقة مزاري كامل. سألت أحد المدراء عطفا على هذه القصة القصيرة، سألت أحد مدير إدارة بلدية الجهرة، قال لي عينت الصم عندي وعينت المكفوفين، المكفوفين عينتهم بالبدالة، والصم عينتهم بالمستودع بالأرشيف ملفات، والله أنجزوا إنجاز ب15 يوم ما ينجزونه الموظفين عندي بسنة كاملة، وهذا هو حي ورزاق. نعم. فتقوا الله في الناس، لا تقولون وين المشكلة ونبي الحل. الحل مباشرة طبقوا ما ورد في هذا القانون، القانون 8 لسنة 2010. نعم. بدون تعسف بفقرة حسب الضوابط والشروط وحسب ما تراه الهيئة مع الجهة الفلانية. للأسف يمكن هذه كثير نلقاها حسب الضوابط، وهذه الضوابط ما ندري هي شنو أصلا. لكن إيمان هم بعد في نهاية هذه الفقرة كلمة خاطر تقولينها. أولا أنا مو كلمة، أنا عندي كلمتين فاسمح لي. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. ثلاثة بعد مو اثنين. الله يرضى عليك. أول شيء أنا يعني أقول حق إخواني من ذوي الإعاقة، انتوا قدها واحنا قادرين، وان شاء الله صوتنا بينسمع، وقادرين على العطاء اكثر مما تتصورون. احب اقول لهم يعني وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. لازم الانسان يجد ويكافح ويسعى، والعمل يعني حتى لو فشلت مره فهذه لا تقول انا فشلت، هذه تجربه، والانسان يتعلم. افشل مرة وعشرة ومليون كأديسون 999 مرة فشل، وحتى اليوم يسألونه يقول والله يعني أنا هذه استفدت إن هذا الواير ولا ما يسموه السلك الكهربائي ما يوصل. ما قال إن أنا هذا الشغلة كان المفروض كذي، وهذا الشغلة كل يوم يطلع عذر. هذه تجارب، الإنسان يتعلم من التجارب. بعدين أحب يعني أعلن عن إن شاء الله إن إحنا عندنا مبادرة كلنا تحت. كنت بسألك عنها. تحت رعاية معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، هي مبادرة يعني شبابية. العقب باكر؟
ان شاء الله باكر من 3 الى 5 ديسمبر في المكتبة الوطنية. يشرفنا حضور جميع المشاهدين واستاذ عايد طبعا على راسهم. المشكلة مقاطعة حضرتك ان شاء الله ما راح يقاطعني يعني راح يتقبل الدعوة ان شاء الله يا رب. هي حملة شبابية توعوية ما راح يتكلم فيها اي شخص من غير ذوي الإعاقة. حملة كل المتحدثين فيها من شباب ذوي الإعاقة. حملة توعوية، حملة يعني إيجابية إن شاء الله راح يكون صوتها مسموع. الحمد لله رب العالمين. إحنا في العام الماضي في عام 2012 كانت نفس الشيء عندنا حملة وكانت في برج الراية. الحمد لله أن اثنين استفادوا من هذا المؤتمر، من كان في قيادة الأستاذة كفاية العلبان وأنا أكل لها كل الشكر والاحترام تحت بوابة التدريب العالمية. يعني سبحان الله كانت في وحدة تناشد أن هي مو قادرين يوظفونها ولا أن يعني انقبلت في أي مكان. سبحان الله وسمعتها وحدة في كانت حاضرة الملتقى وخذت بإيدها ووظفتها عندها ومثل ما هي تتمنى حطتها في المكان اللي تبي ما شاء الله. ويعني الله يجزاها خير. وطلع من عندنا يعني في القيادة طلع من عندنا الأستاذ عبد العزيز المطيري وهو زميل لي في راح لأمريكا زمالة القادة الديمقراطية وهم من اختاروا من ضمن الفعاليات. يعني إنجازات كثيرة لذوي الإعاقة ما نقدر يعني نسك عيوننا عنها. نتمنى لك التوفيق إيمان. الله يرضى عليك. الله يعطيك العافية. وعسى الله يوفقك إن شاء الله ويعطيك العافية لحضورك اليوم. الله يعافيك. ندري تعبناك بس ما عليه سامحينا. ما من تعب. وإن شاء الله نتواصل معكم مستقبلا دائما يعني. أستاذ عايد كل الشكر لك بعد أنا على حضورك اليوم. أمان الله إذا تسمح لي بعشر ثواني. تفضل. أشكر قناة الكوت اللي أتاحت لنا هالفرصة وأتاحت لي لقاء يعني أعتبرها رمز من رموزنا في الكويت أمان الله. ورمز من رموز التحدي. فشكرا لقناة الكوت بالعكس على هذه الهدية القيمة اللي أبرزتوها للشعب. هذا مكانكم أستاذ عايد وإحنا دائما من خلال هالبرنامج وشاشة قناة الكوت عامة يهمنا كل شأن كويتي أيا كان. دائما نحب نطرح القضايا اللي تهمكم وتهم المجتمع بشكل عام لعل وعسى يكون في حلول لها. كل الشكر لكم مرة ثانية على الحضور. ومشاهدينا ما انتهت الحلقة، عندنا الفقرة الثانية عن أدب الطفل بين الكتاب والشاشة، لكن عندنا مادة جميلة عدتها الزميلة حنان، نشوفهم من بعد هالفاصل ونروح لفقرتنا الثانية.